تحياتي من المستشفى الأمريكي دبي ورمضان كريم. أنا الدكتور خالد شحيبر استشاري طب العائلة، وحبيت اليوم أقدم لكم نصيحة بسيطة كيف نسيطر على شعورنا بالقلق والتوتر خلال فترة الصوم لما نفكر بالقهوة والشاي. هو باتباع تمرين التنفس الآتي اللي هو تنفس على طريقة 7-11، وهو أخذ شهيق طويل من الفم تبعنا لمدة 7 ثواني زي ما احنا شايفين، مصحوبا بزفير ولكن أطول لمدة 11 ثانية. إذا عملنا هذا التمرين عدة مرات هذا بيخفف من شعورنا بالقلق والتوتر وبيحافظ على شعورنا في فترة الصوم. رمضان كريم.